اهلا بكم في فيلم جديد. بيبدا فيلمنا مع الضابط جيمس اللي بيكون في مهمه للقبض على عصابه بتتاجر في المخدرات، وبيقتحم المكان هو وفريقه وبيشتبكوا مع افراد العصابه، وبيقدر بكفاءه ان هو يقضي على اغلب افراد العصابه وكمان بيقبضوا على اهم عنصر فيهم. لكن وسط الاشتباك بيتصاب جيمس في رجله وبيتصدم لما يعرف ان هو قتل ناس من غير قصد. العصابه كانت خفياهم بنتين وامهم، وبنروح لبيت الضابط جيمس ودول بناته جين وناتالي. ناتالي بتدخل الاوضه على جين بتلاقيها جايبه فستان جديد، وواضح كده ان الفستان غالي حبتين. فناتالي بتسألها ان الفستان ده غالي قوي، جبت الفلوس دي منين؟ ردت عليها جين واحدة صاحبتي جابته لي هدية. وبيوصل بعد كده جيمس للبيت وبيستقبلوه بناته وزوجته، وزوجته بتعرف ان هو بيعرض فبتسأله ايه اللي حصل، فرد عليها ما تقلقيش ده حاجة مش مهمة. هنا زوجته بتفهم على طول ان هو كان في مهمة. وبنروح لسجن مشدد الحراسة وبنلاقي تلات مساجين رايحين يضربوا مسجون اسمه جوني، وبيقولوا له سمعنا انك هتخرج النهاردة، فقلنا نيجي نعمل معاك واجب، ومش بس هنخرجك من السجن احنا هنخرجك من الدنيا كلها. جوني قال لهم ما كنتش ناوي اعمل مشاكل قبل ما اخرج من السجن، بس طالما انتم مصممين يا مرحب بيكم. وبيعمل معاهم الصح وبيضربهم كلهم ويشرب سيجارته علشان يروح يستلم الاعفاء بتاعته. وهنا بنعرف ان هو كان شرطي زمان في الجيش وليه تاريخ كبير جدا، لكن في النهايه غير المسار لعمليات سرقه وسطو مسلح على بنوك لحد ما في النهايه اتحبس. وفي نفس الوقت ده بيكون جيمس قاعد بيتعشى مع زوجته واولاده، وكل شويه بيفتكر الناس اللي ماتوا بسببه وحاسس بالذنب جدا. وبعد شويه بنته جيم بتجيب له هديه هو ووالدتها، والهديه بتبقى عباره عن تذكرتين لمكان سياحي يقعدوا فيه لمده اسبوع. ووالدتها بتسالها التذاكر دي غاليه جدا، جبتيها ازاي وجبت الفلوس منين؟ قالت لها ان في واحده قريبتهم غنيه شويه جابت التذاكر دي علشان تروح بيها، وفي الاخر ما قدرتش تروح فادتهم لي هديه. جيمس شكر بنته على الهديه، وبيبان هنا ان جين معاها فلوس زياده، بتجيب فساتين وتذاكر لاماكن غاليه. وهنا جوني بيخرج من السجن وبيقابل رجالته اللي هم اغلبهم افراد عيلته، وبيقول لهم في العربيه ان هو ناوي يبطل السرقه ومش هيعمل اي حاجه تاني ضد القانون. ردوا عليه انت دلوقتي شايل فلوس كتيره جدا تقدر تجيبها وتعيش بيها باقي حياتك ملك، ومش لازم اننا نسرق تاني. وبيسالوه مش ناوي تقول لنا مخبي الفلوس دي فين؟ هنا جوني بيقول لهم على مكان الفلوس، والفلوس بتكون في بيت قديم، وبيروح علشان يوريهم البيت. وبنعرف هنا ان هو نفس البيت اللي قاعد فيه الضابط جيمس واولاده. وبيرجع الفيلم بينا فلاش باك ونعرف ان جوني مخبي الفلوس في البيت في اماكن مختلفه. جوني بيدي رجالته خريطه بمكان الفلوس وكل مكان مخبي فيه فلوس في البيت، وبيقول لهم ان في خاتم بالنسبه ليا اهم من الفلوس. وبيظهر بعد كده ان بنت جيمس جين وصلت لشنطه من الفلوس وبتصرف منها، لكن اختها ناتالي شافتها وبتقول لها ان احنا لازم نقول لاهلنا. جين طبعا بترفض وبتقول لها الفلوس دي من حقنا واحنا لازم نصرفها، وانت عارفه ان احنا لو قلنا لهم او جبنا لهم سيره على الفلوس دي مش هيخلونا ان احنا ناخدها. وبتقول لناتالي خد الفلوس اللي انت عايزاها وصرفي على نفسك براحتك وما تجيبيش سيره ليهم، لكن ناتالي بترفض وبتقول لها انا مش عايزه فلوس مسروقه، واتضايقت منها وسابتها. وفي نفس الوقت ده بيكون جيمس بيقول له زوجته ان شاء الله هتكون رحله حلوه نغير فيها جو ويبقى شهر عسل جديد، وبيلاقي زوجته متضايقه فبيسالها مالك متضايقه من ايه؟ ردت عليه اول ما شفتك ما عرفتكش. قال لها بسيطه نتعرف دلوقتي، انا اسمي جيمس بيكر وانت اسمك ايه؟ قالت له انا اسمي ليزا رودريجيز. المهم ان هي طلبت منه يسيب الشغل في الشرطه، وهو قال لها ان هو ده فعلا اللي هو هيعمله، بس لسه مش عارف ان هو بعد كده هيشتغل ايه. رجاله جوني بيعرفوا ان اللي ساكن في البيت راجل وزوجته وبناتهم الاثنين، فبيعتبروا ان عمليه اخذ الفلوس هتكون سهله وبيبداوا يقربوا ناحيه البيت. جوني بيكون نايم وبيفتكر اللي حصل معاه في اخر مهمه، وبيبدا يمشي وهو نايم ومن غير ما بيحس بياخد المسدس معاه وبيضرب نار عشوائي في البيت. رجاله جوني بيفتكروا ان هو بيضرب عليهم وبيسيبوا المكان بسرعه وبيهربوا. بعد كده بتيجي مرات جيمس وتاخد منه المسدس وبتقوله ان انت لازم تروح لدكتور، وهو بيقول لها حاضر، وبيقول لها كمان لو عايزاني امشي من البيت فتره مؤقته لحد ما ابقى كويس وارجع تاني مش هزعل. ردت عليه لا طبعا ما ينفعش تسيب بيتك ابدا. جيمس بيتكلم صديقه سبيستيان وشريكه في الشرطه كمان، وبيقوله انا كلمتك تيجي تقف جنبي لاني خايف ان انا اضر عيلتي. وبيتكلم جيمس دكتور على الانترنت وبيحاول يشوف معاه حل لمشكلته، وفي نفس الوقت ده رجاله جوني بيتكلموه وبيقولوا له اللي حصل، وبيروح يقابل صديق ليه مامور شرطه فاسد وبيقول له ان انا عايزك في شغل، عايزك تساعدني ارجع 3 مليون دولار وهديك عمولتك 60,000 دولار. رد عليه المأمور لا انا هاخد 10% من الفلوس. جوني ما فكرش كتير وقال له خلاص انا موافق. المأمور على طول بيروح بعدها يبعت استدعاء لجيمس، وجيمس بيروح له. وهنا المأمور بيقول له ان انت عليك مخالفات في المدينه اللي انت بتشتغل فيها ومطلوب توقيع عقوبه عليك. جيمس بيستغرب من الكلام ده جدا وبيقول له مخالفات ايه اللي عليا؟ ولما بيمسك المحضر بيلاقي المحضر مش مختوم بختم المدينه اللي هو بيشتغل فيها، فبيقول له الكلام ده مش شرعي انت ليه بتعمل كده. بعد كده بيروح جيمس البيت وبياخد زوجته
زوجته وبيمشوا يطلعوا الرحله. وفي الوقت ده العصابه بتعرف لكنهم ما بيهجموش على البيت على طول وبيستنوا لحد بالليل. لكن بيظهر ان جين بنت جيمس استغلت الفرصه وعملت حفله وعزمت مجموعه من اصحابها وصديقها. نتالي بيبقى مش عاجبها اللي بتعمله اختها فبتروح تقعد في اوضتها وهي بتحاول تغطي وشها علشان الموسيقى العاليه اللي شغاله في البيت وبتكسر اباجوره من غير قصد. ولما بتيجي تشيلها بتلاقي بلاطه من على الارض متحركه شويه فبتفتح تشوف فيه ايه فبتلاقي صندوق فيه فلوس وفيه خاتم. وفي نفس الوقت جيمس وهو في الطريق زوجته بتطلب منه يحكي لها اللي حصل وليه متغير من ساعه ما رجع. جيمس بيحكي لها على كل اللي حصل وهي بتحاول تخفف عنه. في الوقت ده بتكون نتالي بنتهم بتعمل بحث عن طريق الانترنت على اسم البنك اللي مكتوب على ورق الفلوس وبتعرف ان في سطو حصل قبل كده من اكتر من 15 سنه من واحد اسمه جوني. نتالي بتخبي الصندوق اللي لقيته في الجهاز بتاعها وبتطلع قدام البيت علشان تتصل بوالدها. هنا بيجي لها سبيستيان صديق والدها وبيقول لها ان والدها طلب منه يجي كل يوم علشان يطمن عليهم. نتالي بتاخده علشان تقول له على موضوع الصندوق وبتقول له كمان ان اختها لقت فلوس. سبيستيان طلب منها تشيل الفلوس زي ما كانت شايلاها لحد ما يتصرف ويفهم الموضوع بالظبط وطلب منها انها تكلم والدها. نتالي بتروح لاختها جين علشان تمشي اصحابها وبتقول لها انهم لازم يمشوا من المكان دلوقتي لكن جين بترفض. نتالي بتحاول تتصل بوالدها لكن التليفون بيكون مقفول. هنا رجاله العصابه بياخدوا قرار انهم يهجموا على البيت وبيقتلوا اغلب اصحاب جين. نتالي بتشوفهم فبتجري تستخبى تحت السرير علشان تكلم والدها تاني لكن المره دي بيرد عليها لكن بسبب ان الصوت بيقطع لان مفيش شبكه مش بيسمعوا من بعض اي حاجه. نتالي بعد كده بتسيب رساله صوتيه لوالدها تقول له ارجع بسرعه على البيت لان في ناس غريبه هجمت على البيت. وفي نفس الوقت ده بيمسكها واحد من افراد العصابه ويفضل يتحرش بيها. وبعد شويه بيوصل جيمس المكان فيه شبكه وبيسمع رساله بنته فبيقرر ان هو يرجع بسرعه. وهو راجع بيتكلم سبيستان صديقه لكنه ما بيردش عليه لان العصابه بتكون مكتفاه. مرات جيمس بتقول انه لازم نكلم الشرطه. رد عليها رجاله الشرطه مش بيهتموا بالرهائن احنا لازم نوصل لهم بسرعه. وفي نفس الوقت ده بيكون رجال جوني بيدوروا على الفلوس وبيطلعوها وبيلاقوا اغلبها لكن العلبه اللي فيها الخاتم اللي معاه نتالي مش بيلاقوها فبيتكلموا مع بعض هنمشي وناخد الفلوس ولا ايه. اخو جوني بيقول لهم هيغضب جدا مننا لو رجعنا من غير الخاتم ده خاتم زوجته اللي ماتت اغلى عنده من الفلوس كلها. وبيرجعوا من تاني يدوروا على الصندوق اللي فيه الخاتم. في الوقت ده سبيستان بيقدر يتصرف ويفك نفسه وبيهجم على ماسي واخو جوني وبيقدر ان هو يقتله. وبعد ما بيقتله بيجي واحد من افراد العصابه ويضربه ويخليه يفقد الوعي. جوني بيعرف اللي حصل لاخوه وبيتضايق وبيتعصب جدا وبيروح على مكان بيتلعب فيه مباريات قتاليه غير شرعيه بتاعه حد من اصدقائه وبياخد معاه مقاتل اسمه راي صديق اخوه اللي اتقتل وبياخد كمان مجموعه تانيه معاه وبيطلع على بيت جيمس. واول ما بيوصل جوني بيحزن جدا على اخوه وبينتهم من سبيستان ويقتله. جيمس في الوقت ده بيتصل على تليفون سبيستان بس بيرد عليه جوني. جيمس بيقول له لو حصل اي حاجه لبناتي هقتلك. رد عليه جوني قال له فات الاوان على التهديد الموضوع انتهى خلاص. جيمس في الوقت ده بيسال مراته على السلاح فبتقول انها اتخلصت منه ومش موجود في البيت. وفي نفس الوقت جوني ورجالته بيمسكوا نتالي وبيضربوها وبيجبروها بالعافيه تجيب لهم العلبه اللي فيها الخاتم وفعلا بتديهم العلبه. وهنا بيوصل جيمس البيت وبيسيب مراته في العربيه وبيدخل لوحده وبيبدا يتعامل مع الناس اللي بيأمنوا البيت بره وبيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدر يدخل البيت وبيشوف بنته جين وبيقول لها خروجي عند والدتك في العربيه وبيعرف منها ان بنته التانيه نتالي فوق. جوني بيعرف ان هو دخل البيت وبيبعت كل رجالته علشان تقتله. واول واحد بيوصل لجيمس هو المقاتل راي اللي بيدخل معاه في معركة قوية لكن بيقدر جيمس في النهاية ان هو يقضي عليه وبيخلص بعد كده على رجالة جوني واحد ورا التاني. وبيطلع فوق بيلاقي بنته واحد ضربها كتير وبيهدد بنته بالسلاح. جيمس بيقدر ان هو يخلص عليه وبيدي بنته مسدس وبيقول لها روح لوالدتك بره البيت مستناكي في العربية. وبيدخل جيمس لجوني وبعد كده جيمس بيقول له انا قادر برصاصة دلوقتي اخلص عليك لكن اللي زيك خسارة فيه الرصاصة انت لازم تموت بطريقة اصعب من كده. جيمس بيرمي المسدس وبيدخل معاه في قتال وبيضربه كتير وقبل ما بيقتله في اللحظه الاخيره بيوصل للمأمور. وفي اللحظه دي جوني بيقول للمأمور اقتله وهزود لك النسب. جيمس بيفهم ان هو بيشتغل معاه فبيقول للمأمور انا عندي خطه احسن ليك انت دلوقتي لو قتلتني انا مكافحه المخدرات هتيجي وتعمل تحقيق كبير ويعرفوا ان المسدس بتاعك هو اللي قتلني ده غير انك لو قتلتني لسه مضطر ان انت تقتل ناس تانية كتير وكمان لازم تقتل زوجتي وبنات الاثنين. الحل الاسهل انك تقتل جوني وبعد كده هنقسم الفلوس مع بعض انا وانت. جيمس بيحاول يضحك على المأمور بس المأمور بتعجبه الفكره وفعلا بيقتل جوني وبيقول لجيمس يلا بينا علشان نقسم الفلوس. وهنا بتوصل مرات جيمس وتقتل المأمور وفي النهايه جيمس وزوجته وبناته الاثنين بيخرجوا بسلام وبتيجي الشرطه تسيطر على المكان كله. ولغايه هنا بيكون خلص فيلمنا واشوفكم على فيلم جديد.